نالت الفنانة القديرة سعاد عبد الله جائزة المرأة العربية لعام 2018 نظير دورها البارز والحافل طوال العقود الخمسة الماضية في إثراء الحركة الدرامية العربية. جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته مؤسسة المرأة العربية لمجموعة من المبدعات العربيات بأحد فنادق العاصمة البريطانية وبحضور عميد السلك الدبلوماسي سفير الكويت لدى المملكة المتحدة خالد دويسان وممثل عن عمدة لندن. وأعربت الفنانة سعاد عبد الله عن سعادتها بهذا التكريم مضيفة أن المرأة العربية أضحت عنصرا هاما ومكملا لا يمكن الاستغناء عنه، مشيرة إلى أن التكريم سيسجل باسم جميع منتسبي الحركة الثقافية والفنية الكويتية.